الصوم في حد ذاته وسيلة مش هدف، يعني كوني أصوم أو ما أصومش مش هو ده الهدف. هو الهدف إن الصوم بيوصل لحاجة مهمة قوي اللي هي انكسار القلب، إذلال النفس. عدد الآيات اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي بتطلب من الناس إنهم ينكسروا قدام ربنا بلا حدود، إن صلواتهم تستجاب. في أحداث معينة كده في التاريخ أو في الكتاب المقدس توضح إن اللي بيجي ربنا بقلب منكسر ربنا ما يكسفوش أبدا، ربنا ما يقدرش يكسب حد. التسبيحة عندنا جريئة قوي إنها تقول إن الله غلب من حنانه، يعني جملة غريبة يعني جريئة خالص الواحد يقول إن الله اتغلب، بس اتغلب من حنانه. وعلى فكرة ناس كتير جدا حنانهم يغلبهم، كتير من الأبهات والأمهات يبقوا ناويين يعاقبوا أولادهم لما لهم منكسرين وبيعيطوا ما يقدروش يعني. فربنا كده. في حادثة في العهد القديم كل ما افتكرها استغرب قوي. الملك أخاب أسوأ ملك من ملوك إسرائيل ويهوذا بالمقارنة كل الملوك، يعني كان أسوأ ملك، وأذى شعب الله جدا، إذى شديد جدا وسنين طويلة، وأذل إلي النبي، وإلي النبي ده حاجة عالية أوي. والله كان بيدافع عن خدامه، وكان لازم الله يعاقب أخاب عشان اللي عمله في إلي وعمله في إسرائيل والتصرفات السيئة جدا اللي تصرفها، يعني دخل عبادة البعل عن طريق مراته ودخل حاجات كده سخيفة خالص، وقعد سنين يأكل كهنة البعل على مائدته وحاجات من دي يعني غريبة قوي. بيقول له بيخلم إلي بيقول له انظر بص كيف اتضع أخاب أمامي، كأن ربنا بيقول إلي مش قادر أعاقبه، كان لازم أعاقبه بس مش قادر، انظر شوف إزاي اتضح أمامي. فبالتضاعه هرب من حكم عقاب ضروري. وده بيشجعنا احنا، اوقات بنعمل حاجات وحشه قوي ويبقى مستحق العقاب لان فيها قسوه فيها ايذاء لاخرين، ومع ذلك مجرد ما ننسحق وينكسر قلوبنا تبص تلاقي ان ربنا عفى عننا. طب ينكسر قلوبنا ازاي؟ الوسيلة القانونية حسب الكتاب المقدس الصوم. كل مرة يتقال فيها قصة إذلال النفس يبقى فيها صوم. في يوم في العهد القديم كان اسمه يوم الإذلال أو يوم الصوم، نفس الكلمتين مترادفين، يوم ما يأكلوش فيه 24 ساعة فيتذلوا قدام ربنا. وداود النبي قالها بكل وضوح، أذللت بالصوم نفسي. وأيام عزرة اترعبوا هيخشوا في وسط أعداء ومش عايز يبين قدام الملك إن أنا خايف من الأعداء، طب فين إلهك اللي أنت بتقول راح تعبده؟ فمش عارفين يعملوا إيه. فحل المشكلة الإيه؟ بالإذلال، يذلوا نفسهم قدام ربنا فربنا يحميهم من الأعداء. طب يذلوا نفسهم إزاي؟ بالصوم. الصوم هو الوسيلة اللي تخلي الإنسان يتذل قدام ربنا، وبإذلاله قدام ربنا ربنا حنين قوي ما يقدرش يعاقب. وده اللي حصل مع طبعا في صوم نينوى، صوم أهل نينوى بنتذكر الحكاية دي بكل وضوح، بالذات الملك، لأن الملك تصرف تصرفات. أولا ده راجل ما كانش يهودي ولا مؤمن تبع الديانة اليهودية، إنما كان مؤمن بالله، وكان أكيد عنده فكرة إنه نبي من أنبياء إسرائيل، يعني اليهود جاي يكلمه يبقى كلام حقيقي وهيحصل، وما عندوش رجاء في انه يعيش. هو مش مهتم بنفسه بس، مهتم بالبلد كلها. على فكره الملوك مهما كانوا اشرار ولا مش اشرار بيحسوا بكيان ان انا مسؤول، معقوله بسبب ان انا ما ضبطتش البلد ومشينا غلط كل البلد هتتحرق؟ فقلقان قوي، فقال لعل الله يرحم، يعني يمكن ربنا يغير رأيه.
فعمل الكلام اللي مكتوب في سفر نينوى، سفر ينام، عمل ايه؟ نزل عن كرسي. الملوك بيقعدوا بالعظمة، قاعد على الكرسي، فنزل عن كرسي وقعد على الأرض ولبس مسوح. المسوح ده شوال، الشوالة بتتعمل من جلد الجمال، وجلد الجمال فيه شوك، وبيلبسوه بالمقلوب عشان يشوكهم مخصوص. والتشويك بينزل دم، يعني عملية مش سهلة. يعني هنقول المسوح كده كلمة بسيطة، لا، ده كان ينزل دم لأنه بينام بيه، هو شوال بيقصوه من فوق كده عشان تطلع منه الرقبة وبينزل للركبة، فكان جسمه بيدمي بالكامل. وبيلبسوه عريانين من تحته، يعني هو ده الحاجة الوحيدة اللي بيلبسوها. فكان جسمه بيدمي كله، وده ملك، والملوك بيبقى عندهم أرجوان وملابس ناعمة، لا، لبس الحاجات الخشنة دي اللي بتدمي. واللي أكتر من كده، جاب تراب الفرن اللي هو الرماد، الرماد اللي هو تراب الفرن، الأفران بعد لما بيتحرق اللي فيها، الخشب اللي جوه بتاع بيبقى فيه رماد بيترمي، بيجيبوه بيلزق في الجسم، بالذات لما يكون الجسم بيدمي، وكل واحد عنده جرح ونزل دم، ويحط تراب الفرن ده يجبس كده، فيبقى الواحد نفسه يموت، سيخلص من القرف ده. قعد على الأرض بالمسوح وأمر، مش أنا بس، عل الله يرحم كل البلد تصوم، حتى الأطفال والرضع يصوم. ولما الأطفال الرضع تصوم تعيط، ولما تعيط الأمهات يتمنوا الموت. الأم اللي تشوف ابنها بيعيط من الجوع، بيموت قدامها من الجوع، تبقى نفسها هي تموت بداله، والموت ما عادش هو اللي مخيف، هم خايفين ربنا من غضب الله، يموت يموت. البلد كلها بالشكل ده، سراء، والحيوانات تجوع، والحيوانات لما تجوع تئن، وأنينها حزين، فالبلد كلها في حالة بكاء، في حالة انكسار ومذلة. فرجع الرب عن حموه غضبه وغير رأيه. ودايما بنقول الحكاية دي، إن القاضي الوحيد اللي بيقبل بفرح الاستئناف هو الله نفسه، لأن القضاء يتقرفوا من الاستئناف. أي قاضي، أنا مش عايز أغير قراري، قلت قرار ما يتغيرش، إنما ربنا لا، ربنا بيدعو الناس للاستئناف بالتوبة وانكسار القلب. وأول ما ينكسر قلبهم ربنا يتحنن، وما يقدرش يعاقبه، حنانه يغلبه. ومش بس حنان ربنا، أحيانا حنان الناس. يعني لو أنت قلبك حنين وتشوف واحد مكسور قوي قوي، ما تقدرش، تقدرش لا تعاقبه ولا تأذيه، ونفسه حاجة تديها له، لأنك حاجة تقطع القلب يعني. فقلب ربنا الرقيق جدا ما بيستحملش. من ضمن برضه الملوك، القصص الغريبة على الانسحاق ده، نبوخذ نصر. نبوخذ نصر في يوم من الأيام بص لبابل، أعظم مدينة في التاريخ، مبنية حلوة قوي قوي وعظيمة جدا، وقال بنتها باقتداري، بذكائي وقدرتي، بيمتلك العالم كله، العالم كله تحت قدميه نبوخذ نصر. فلما بدأ يتكلم عن نفسه بالكبرياء ده، ربنا لخبط له مخه، ففقد مخه وأصبح مثل الحيوانات، بيأكل حشيش مع الحيوانات. ولما رجع لإحساسه بالانكسار، وإن الله هو المتحكم في كل شيء مش أنا، ربنا عفى عنه ورجعه الكرسي. وده حاجة يعني تطمن صحيح بكل مقاييس الاطمئنان، إنه لو أنت فقدت شيء نتيجة عجرفة وكبرياء، رجوعك لربنا بالانسحاق يرد لك اللي خسرته. مفيش قديس من القديسين ما كانش منسحق، لأنه الكبرياء
قبل الكسر الكبرياء. دايما قبل ما الإنسان ينكسر يتكبر فينكسر، وبيدي نعمة للمتواضعين ربنا، ده وعد كده منه، يعطي نعمة للمتواضعين. وطبعا المزمور اللي احنا بنقوله كل يوم في الصلاة، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، ما يحتقرهوش. الناس تحتقر أحيانا المنكسر، لما إنسان ينكسر الناس ممكن تحتقره، إنما مش مهم الناس، مهم حنان ربنا عليا. طب نجيب الانكسار ده منين؟ ادرس الكتاب المقدس، تلاقي إذلال النفس هو الصوم، الطريقة المقترحة من قبل الرب لإذلال النفس الصوم. مفيش حد بيصوم جد وما يتذلش. الناس اللي بتطوي الأيام دي كلمهم، ما يمكن بيخبوها، ما بيخبوهاش عن قبل الاعتراف، بكلمهم بقول لهم بتحسوا بإيه يعني؟ ليه بتعملوا كده؟ فهو العامل المشترك بينهم كله الإذلال اللي بيحصل لهم، بالذات في اليوم الثاني. اليوم الثاني بيبقوا ضعاف خالص ومنكسرين، والجوع مموتهم، بيقعدوا على الأرض يبكوا. وزي ما مار إسحاق بيقول إنه لما بيكسر الصوم بيختلط دموعه بأكله، يعني ممكن هو بياكل دموع تسقط على الأكل من الإذلال والانكسار. في الحالة دي اطلب اللي تطلبه، مفتاح كده. هل يوجد مفتاح للموضوع ده؟ في أحد رسائل بولس الرسول بيقولها بكل وضوح، مفتاح الاستجابة الإذلال النفس. عايز ربنا يستجيب لأي حاجة تطلبها. هقرأ لكم حاجة، آخر إصحاح في أشعياء، هقرأ الجزء ده، بداية إصحاح 66 اللي هو آخر إصحاح في سفر أشعياء، مهم قوي إنك تحس بيه وتفهمه. سفر أشعياء إصحاح 66، اللي هو آخر إصحاح، قصته إيه؟ الناس نفسها تقدم حاجة لربنا لأنهم عندهم مشاكل عايزين ربنا يرضى عليهم، فقرروا أو فكروا إنهم يبنوا بيت. فشوف ربنا بيرد عليهم يقول لهم إيه؟ ذس هكذا قال الرب، السماوات كرسية والأرض موطئ قدمي، أين البيت الذي تبنون لي؟ وأين مكان راحتي؟ يعني أنتوا فاكرين أن أنتوا هتفرحوني لما تبنوا بيت؟ كل هذه صنعتها يداي، فكانت كل هذه يقول الرب، كل يعني أنتوا هتبنوا لي بيت إيه ده؟ كل حاجة ملكي، أمال إيه؟ نعمل إيه أمال؟ اسمع بقى، إلى هذا أنظر، لو أنتوا عايزيني أنظر لكم وأستجب لكم، مش بيت اللي هتبنوه خلينا نظر. خد الآية دي، وإذا نسيت الكلام اللي أنا قلته خالص ما تنساش الآية دي. قال إيه؟ إلى هذا أنظر. مين هذا ده؟ إلى المسكين المنسحق الروح المرتعد من كلامي. مسكين ومنسحق الروح ومرتعد من كلامي، إلى هذا أنظر. بقيت الإصحاح كله نصيب هذا الشخص. يحصل معي اقرا اصحاح 66 عشان تعرف نصيب المسكين المنسحق الروح المرتعد من كلامي، ربنا يعمل معاه ايه. من ضمن الكلام يدلل على الركب زي ام بتدلع ابنها. المسكين المنسحق الروح ربنا يعمل معاه كده، ما يحسش بالكلام ده غير اللي ليه طلبه. يعني في ناس ليهم طلبات، يعملوا اي حاجه بس ربنا يديها لي، ابني ضايع اخش السجن او دخل السجن بطلعه، بنتي ماشيه مع واحد مسلم وضايعه، مش عارف حد بيموت قدامي بيزوي كده من كانسر ولا مش عارف ايه، سكان بيتعمل ورا التاني، ممكن كيموثيرابي ينفع وما ينفعش، يخف ما يخف، إذلال شديد قوي. فساعتها ما فيش تمثيل وما فيش عجرفة وما فيش بتاع، يبقى الواحد بيدور على الإذلال.
ولو الواحد قدر يتذل بالدرجة الكافية الحل موجود، مش هيتخلى ربنا. قوة الصوم في الحالة دي، يعني مش الفكرة الصوم في حد ذاته هي اللي بترضي ربنا، اللي بيرضي ربنا الإذلال، مازال القلب المنكسر. بس أجيبه منين ده؟ أجيبه من الصوم. في وسائل تانية بس الصوم أسهلهم، ودي الطريقة القانونية حسب الكتاب المقدس. عايز توصل لإذلال النفس، الصوم. الصوم بالجوع طبعا، يعني حكاية إن الواحد ياكل دي مش ما يبقاش مذلول، يعني مش هيحس بالإذلال طول ما هو بياكل ومالي بطنه، مش هيحس بالإذلال. في حاجات كده في بداية سفر أشعياء الإصحاح الثاني بيقول في يوم، يوم ربنا هيعمل فيه حاجة. هيعمل إيه؟ فبتكلم على دينونة يعني في اليوم ده. هينخفض الإنسان وينطرح الرجل، يدخلوا الصخرة ويختبئوا في التراب أمام هيبة الرب. توضع عيني تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في هذا اليوم. فإن الرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع، وعلى كل أرز لبنان الشجر المرتفع ده العالي، وعلى بلوط بشان، على الجبال العالية وعلى التلال المرتفعة، كل برج عالي، كل سفن ترشيش وعظمتها. فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. شوفوا، لازم هيجي اليوم ده. العجرفة والكبرياء والتفاخر لازم في يوم إذلال من قبل الرب، ومش علاج. دي خطة ربنا مع البشر. ليه؟ لأنه لازم نفهم أن المجد لله في كل شيء. الإنسان تراب وحقير جدا ونفخة كده، وما يسعدهوش غير أن يشوف عظمة الله. لما الله بيطلب المجد، بيطلب المجد لينا، مش أن احنا نتمجد، وإنما مجده هو، هو اللي هيسعدنا. لما ربنا بيطلب المجد ولازم نعطيه المجد، وده هدف خدمتنا نرفعه، هيعود علينا، لأن احنا ورثة مجده. واحنا عايشين على الأرض مفيش حاجة هتسعدنا ولا هترضينا غير أشوف مجد الله. مفيش أي مجد تاني هيسعدني إطلاقا. مجدي الشخصي ده هيقلقني، فلوسي هتقلقني، نجاحي هيقلقني، لأنه مؤقت وهيتاخد، يعني مرة فوق مرة تحت، والناس اللي هم بيرفعوني دول هيحطوني. ما بضلش غير مجد الله، وده الضمان لينا. الآيات اللي مكتوبة على مقاومة المتكبرين مرعبة. الله بيقاومهم ولازم يذلهم، لازم ينكسر. إنما الشخص المتواضع يكسروا ليه؟ ده متواضع، ده حنين عليه أوي. الفلسفة دي أو العلم ده أو المعرفة دي هي سر المسيحية وسر القداسة، ومش مقبولة من كل الناس، لأن العجرفة في طبيعتنا، وإحنا عايشين في مجتمع متعجرف للغاية ويمجد المتكبرين. كل ما الواحد يرفع رأسه أكتر، كل ما شكله يغري، نحب نقلده. بس إحنا ممكن نقلد الناس، والمسيح مولود في مزود. قضية ولادة المسيح في مزود دي قضية غريبة خالص. يعني كل سنة لما نيجي لعيد الميلاد
الناس بترتل وتفرح وترسم صورة المسجد لطيف جدا، وملايكة منورين وشكل التبن حلو قوي. إنما فكر اللي حصل إيه. اللي حصل عدرا كانت موجوعة جدا قبل الولادة، الله أعلم موجودة ما أخطيت يعني، إنما يعني الظروف قاسية، إنما مفيش مكان يقبلها. ملك الملوك ورب الأرباب ما كفهوش إن هو ياخد صورة بشر، وإنما ياخد صورة أحقر البشر. مين فينا اتولد في مع البقر؟ مين فينا أمه لما ولدته من غير مستشفى ولا عناية طبية وفي ميكروبات الحيوانات؟ مين فينا حب ينزل في مكان مثلا هوتيل ولا أوضة محدش استقبله؟ وما لقاش السيد المسيح للمجد عيلة أفقر من دي؟ بنت يتيمة فقيرة، وقتها كان النجارين غلابة خالص، حالة يعني معدمة، بدليل لما جم يقدموا هدية في تطهير يوم الأربعين جابوا أرخص حاجة الشريعة بتسمح بيها. اللي غني كان يجيب خروف أو يعني حمل، الفقير كان يجيب فرخي حمام اللي مرخص قوي، فلأنهم فقرا فقرا جابوا الرخيص. وما كانش عنده ممتلك خالص خالص، ولما كان على الصليب كان كل اللي يملكه صندل ضاع منه أكيد وماشي حافي، ويمكن ملابس داخلية وقميص كان منسوج من فوق لتحت، غالبا العذراء عملته له محبوش يقطعوه، كان اللبس غالي فعملوا عليه قرعة، ودي ممتلكاته. وصعد على الصليب عريانا، ولا يوجد إنسان في التاريخ اتذل أكتر من السيد المسيح للمجد، مش ممكن الإذلال أكتر من كده. حتى هو حامل صليبه يهزقوه ويشتموه ويضربوه، وهو حامل الصليب وماشي. وأنا أقول كان جدي وزير، وكان عندنا 7 خدامين، وكنا ساكنين على البحر، وابني الدكتور عامل مش عارف ايه. المسيحية على فكرة عايزة فهم النقطة دي كويس قوي، لأن هي دي النقطة الوحيدة اللي هي بتخلينا مقبولين قدام ربنا. مرة من مرات أبونا فانوس بعد وجوده في الدير 40 سنة كان قاعد، وجاله واحد قال له عيان يا ابونا شمني بالزيت، فبدأ يشمه بالزيت. بعد 5 دقايق كان في 200 واحد واقفين طابور عشان يشمه بالزيت. فجاه راهب جديد كان مسؤول عن الكنيسة ولا بتاع، بقاله سنة في الدير، شاب صغير كده، وشخط فيه قال له انت قاعد تلخبط لنا الدير، ده الشغال وانت قاعد شغال. فمسك الزيت قال له أخطيت 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 ومشي. في ناس شاهدت الحكاية دي وحكوها لي، لا زعل ولا تعجرف ولا قال له أنت مين؟ لا كده. القديسين قدروا إنهم يذلوا نفسهم خالص خالص قدام ربنا بالصوم وغير الصوم. انما الطريق بتاعنا احنا اللي سهل خالص من يوم الاثنين، يعني وانت قاعد دلوقتي لو قررت بينك وبين نفسك وانت بتكلم ربنا تقول السنه دي هصوم جد شويه، هصوم احسن لي ايه يعني؟ هجوع ما جوع، هتزل بشتغل معلش اشتغل وجوع، وبعدين اقعد على الارض كده وقول له يا رب يعني انسى لي خطاياي واديني نعمة جديدة واستجيب لي في الحاجات اللي أنا نفسي فيها، أشوف ولادي من غير ما أتكلم. مش لازم أتكلم، هو ربنا قاري احتياجاتك إيه وعارف قلبك إيه ونفسك في إيه، ربنا عارفه. وشوف شوف النعمة والبركة اللي هتجيلك.
مجرد ان انت تاخد القرار دلوقتي وانت قاعد هتشعر بسلام. يعني لو انت خدت قرار مثلا دلوقتي، ما تاخدش قرار طي الايام غير ما تسأل اب اعترافك، انما تاخد قرار انك تصوم للغروب ممكن، تصوم للنجمة ممكن. ابونا مكاري ان انا قعدت 3 سنين صايم للنجمة، كان بيحكي لي الحكاية دي كده وانا بتمشى معاك مجاه يزور استراليا من 20 سنة، بيقول لي قعدت 3 سنين 3 سنين اصوم للنجمة كل يوم، وكنت امشي كده قبل ما النجوم تطلع عشان لما تيجي النجوم هاكل، وبص للسماء ويجي لي الحان كده منها اللحن بتاع يونان اللي احنا بنقوله اسمع صراخ يا سيدي، جاله هو كده قبل النجمة تيون لطيف كده يجيله إحساس مع ربنا نتيجة انكسار. كانت الكنيسة حرماء وما كانش بياخد مرتب، كان بيروح يلاقي فلوس تحت البيت كده ناس بترمي له فلوس من أصدقائه يعني. إنما الإذلال ده قدام ربنا عالي قوي قوي، وبيعمل حاجات بقى يعمل كسر الشياطين. أحكي لكم الحكاية اللطيفة سمعتها من مستشار الروحي لترامب. رؤساء أمريكا عندهم مستشارين من الجماعة الكاريزماتيك البابتست أو لأنهم ليهم شعبية كبيرة، وما يتقاليش يعني الرئيس الأمريكي بيحترم قوي الرأي الروحي، إنما عشان يبقى شكله حلو من أيام بيلي جرام كل كده يقول ده مستشار ليا قبله يقعد معاه مش عارف. فحاليا مستشار واحد اسمه الاولاني روبرت بيتكلم حلو قوي، ما بيتكلم بيحضروا له 10,000 20,000 بتاع، فبيحكي حكايه لطيفه هو بيحكيها يعني سمعتها في يوتيوب. فبيحكي مره كان عامل كروسيد وحاضر 20,000، وبعدين جم قالوا له تعالى روبرت لما تخلص في واحده عليها شيطان صلي عشان تخرجوا، واحنا قلنا مش هيحل المشكلة دي غير روبرت. فجاله نوع من العجرفة حسب كلامه يعني، قصة انه محدش يحل المشكلة دي غير روبرت. فخلص الوعظة بتاعته وراح الهول اللي فيها الست دي. الست دي كانت طويلة وجسمها قوي جدا وكانت بودي بيلدر عضلات وعليها شيطان، ومسكنها 2 رجالة أخوية قوي مربطينها عشان ما تعملش جرائم، ومقعدينهم على 3 كراسي في الهول مستنين روبرت. وهو بيقول أنا ماشي جالي إحساس الفخامة كده، محدش هيحل المشكلة غير أنا، زي المسيح مثلا يحل يطرد الشياطين. فأول ما دخل القاعة أحد ضربة ال2 رجالة دول خبطهم في الحيط وقامت له وقالت له تعالالي، ويا ريت هي اللي بتتكلم الشيطان اللي بيتكلم بصوت راجل صوت مرعب جدا، قال له انا مستنيك يعني هيدي له علقه بقى لروبرت. فبيقول كل العجرفه ضاعت وجالي انكسار قلب في الارض من التهزيق اللي هياكله بقى هتضربه طبعا، بيقول طويله جدا وقويه جدا. وبعدين جت واحده ست وزنها 45 كيلو وكبيره في السن وماشيه بالعافيه، وجت جري تنقذه، وبقوه نعمه ربنا قالت للشيطان باسم السيد المسيح لي المجد وبقوه دم صليبه اخرج من الفتاه دي وسيبها. وفي الحال الشيطان خرج، فروبرت بص كده وقال يعني يا خيبتي، يعني السلطان ما بيجيش بالعجرفة، ربنا ما بيديش سلطان مواهب لحد متعجرف، لازم يكون منكسر زي الست الكبيرة المريضة اللي عندها 45 كيلو دي ليها سلطان على الشياطين. ودي احنا شفناها كتير، ما فيش حد ليه مواهب عالية غير بالانكسار والمزلة، والطريق للانكسار والمزلة الصوم،
والصوم من يوم الاثنين الجاي. ربنا يجعله صوم مقبول ويجعلنا مقبولين قدامه ويعلمنا لذة ان احنا نكون مقبولين قدام ربنا. هترجع الدموع تاني، الدموع اللي جفت ترجع تاني بالانكسار، والفرحة بربنا ترجع تاني، والاتكال الكامل على ربنا يرجع تاني، وتحس بانه في حد بيسأل سؤال زي يعني انكسار. يعني وقت الواحد مثلا يبقى قاعد وشايف قدامي حاجة، مثلا أبونا في الكنيسة بيعمل حاجة، نتيجة العجرفة بتاعتي أقول أبونا غلطان، كان لازم يعمل كده، لازم ما يعملش كده، الأسقف كان لازم يعمل كده ما يعملش كده، والست اللي جت دي لابسة قصير المفروض تتأدب. دي عكس الانكسار. أنا لو أنا منكسر أقول أنا أستحق أقعد في وسطيهم، أنا أستحق أن أنا أكون في المكان ده، مكان القديسين دول، ممكن أكون في وسطيهم دول، أنت قابلني يا رب أن أنا أكون في بيتك، تسمح لي أخش بيتك وأبقى واحد من القديسين دول. يجي لي فكر مثلا من الشيطان أن ده بيغلط، يغلط إيه؟ أنا فين أنا؟ وأنا أستحق أبقى زيهم؟ مثلا واحد يطلب في باله لمبة دانيال، يقول يا ربي شاب سنه 23 سنة عاش في البتولية ورمى نفسه حب في المسيح، وانا عمال اجمع فلوس وافكر في جوازه وافكر في بنوك وعربيات، انا مين انا عشان اقول عمل ولا ما عملش؟ انا فين انا؟ انا بس تقبلني يا رب. مفيش ذره عجرفه، مفيش لحظه من اللحظات اتكلم فيها بطريقه باي صوره من الصور ان انا احسن من غيري. احسن من غيري في ايه؟ يوم الاثنين اللي فات الشباب قالوا لي تعال علق على الإصحاح الثاني من سفر يونان، سفر دانيال. فقريت الإصحاح حسيت بأنه عظمة دانيال في انكسار قلبه. يعني انكسار قلبه ازاي؟ يعني لما عرف ان في مشكلة يكون نتيجتها ناس كتير هتموت، طلع يجي على اصحابه يقول لهم صلوا عشاني. ما عندوش فكره ان انا عظيم اصلي، لا، دول يصلوا عشان يسندوني بصلوات. ولما ربنا كشف له السر راح يقابل الامبراطور قال له انا مش احسن من غيري. صح التاني ايه 30 لطيفه قوي، بيقول له انا مش احسن من غيري ولا احكم من غيري، أنا ربنا اتحنن عليا وقال لي عشانك. يعني مش عشان أنا، عشانك أنت ربنا بيقول لك فقال لي. وفي الآخر ما نسيش إخواته، طلب من أجلهم كل التصرفات وكلامه كله عن ربنا. يعني كان الحكماء قالوا للإمبراطور، قالوا له اللي يعرف الكلام ده إله، فكان ممكن يستغل الحكايه دي يقول لي انا اله، راح يعني مذلول قدام يعني. وده عشان كده ربنا رفعه. الجمله المشهوره اللي مار اسحاق بيقولها وكان بيكررها البابا كارولوس، يقول اللي يهرب من الكرامه الكرامه تجي وراه، اللي بيهرب بمعرفه بحكمه بهرب من الكرامه بهرب من الكلام. وبعدين لما تقرا الاصحاح ده عجبني قوي انه ما قالش انا، قال له وي احنا. عشان ما يبقاش بيتكلم بصوره ان انا ليا فخر، يعني ده اخواتي، انا واخواتي. القلب المنكسر بيبان، ما يتكلمش بعجرفه ابدا، ولا يتكلم بشخط، ولا يهمه ان كلامه اللي يمشي، ويحس ان غيره احسن منه يبقى غيره اللي يعملها مش انا. لو في حاجة تتعمل بإيد فلان وفلان ده أحسن مني، يبقى خلاص فلان اللي يعملها مش أنا، وأفرح وأفرح بنجاحه. الشخص اللي هو مش منكسر عايز هو اللي ينجح، وعايز هو اللي يقول، وعايز هو اللي يتكلم، وعايز هو اللي يقول رأيه، ولو ما خدوش بقى يزعل، ما احترمونيش، أنا كبير أنا مش صغير،
وقالوا عليا ازاي يقولوا، انا قلت مش عارف، ده انا بقالي 30 سنه في البتاع ومش اخد وضعي. دي اساليب عجرفه العالم. انما الانسان المنكسر ما ي... يعني انتوا عارفين في ناس قديسين معاصرين زي مثلا اسقف انا انبا مكاريوس المتنيح، اللي يعرف حاجة عنه قرأ عنه يعرف إنه قديس، وناس كتير جدا كان بيقول لهم النبوات بتتحقق، واللي كان عنده مرض مستعصي كان يروح له أكتر من الدكاترة، واللي بقى لها مش عارف كام سنة ما خلفتش بعد الجواز تروح له يقول لها السنة الجاية أعمل لك البيبي تجيب عيل، حاجات زي كده. الراجل ده عاش ومات مقتنع تماما إنه ما يعرفش يتكلم، هو فعلا ما كانش يعرف يتكلم، ما يعس وحس ان انا مش بعرفش ابعث، وده قديس كبير. سبب رسامته اسقف انه كان بيخدم في بور فؤاد، وبور فؤاد كان فيها كنائس بروتستانتيه فيها متكلمين عظماء، فالشعب بعت للبابا كيرلس وقالوا له الراهب اللي انت جايبه ده خيبه ما بعرفش يتكلم، الناس كلها بتروح تسمع البروتستانت. فسيدنا البابا كيرلس اتصل بيه قال له اعمل حاجه، قال له حاضر، نقى واحد يكتب له الوعظات، فيقعد يكتب له الوعظات يقعد يحفظها، يحفظها زي القرآن الكريم كده، ويقف يوم الحد يسمعها، وفي وسط ما بيسمع يجي الجملة ينساها، يتلخبط والناس تضحك ويتريقوا عليه. فبعض البابا قالوا له ما ينفعش، فالبابا قال لهم انتوا ما بتفهموهوش، ما تستاهلوهوش، خدوا وعملوا أسقف، وعمل نهضة بانكسار قلبه. كان يقعد تحت رجلين المتكلمين، يعني المتكلم علماني ولا كاهن بيمسك المنجلية وهو يقعد على الأرض يبص له ويعيط من كلام التعزية. ده كان الأنبا مكارس. فده نوع من أنواع الانكسار اللي بنتكلم عليه، إن واحد ما عندوش شعرة عجرف، حاسس بإنه أنا مين. أحكي لكم حكاية على أبونا بشار. أبونا بشار ده قديس مات من كام سنة كده، قديس قديس يعني، أنا اتعاملت معاه شخصيا وقال لي نبوة جبارة اتحققت بعد سنوات طويلة بشكل غريب قوي، ويعني معروف عنه كتب عنه كتب وكده. اسمه أبونا بشار. أبونا بشار ما كانش يعرف يتكلم، مش متعلم، وكان بيخدم في المعادي، والمعادي دول علماء ثلاث ارباعهم محاميين ودكاتره ومش عارف مراكز كده. فكان شكله وحش قوي ان بيخدم في كنيسه كلهم علماء وهو ما فيش. فواحد من ضمن الناس يعني اللي ما عجبهمش يشتكيه امير حنا، اوعى يكون امير حنا هنا بس. امير حنا كان في الوقت ده شماس وسنه صغير. قال ايه القسيس التعبان ده؟ البلد كلها متعلمين وجايبين قسيس مش عارف يتكلم كلمتين على بعض. فراح كاتب شكوى للبابا كيرلس قال له القسيس اللي عندنا في المعادي عامل لنا فضيحه ما بيعرفش يتكلم. فالان ابونا بشار قديس غالبا عرف بالروح غالبا يعني، فنده قال له تعالى وقت هنا، تعالى يا امير. قال له نعم يا ابونا. قال له انت وقت بتشتكيني؟ فاتكسف قوي امير اللي حكى لي الحكايه دي، امير نفسه قال لي اتكسفت قوي، ادي المصيبه يعني، عارف منين؟ مش معقول بابا كيرلس هيقول له ان امير بيشتكيك، يعني امير ده يطلع ايه؟ بعدين قال له ايه بقى؟ اسمع الجمله دي. قال له يا ابني بدل ما تشتكيني صلي لي ان ربنا يعلمني اعرف اتكلم. صلي لي بس ان ربنا يديني نعمه اعرف اتكلم بدل ما تشتكيني. يعني ايه درجه الانسحاق دي؟ ده واد صغير كده شماس، وده قسيس الكنيسه، يقول له صلي لي عشان اعرف اتكلم. الناس دي قداستها أصل ليه بقى قداستها؟ لأن ربنا ما بيخافش عليهم من المواهب. المواهب مؤذية. يعني لو واحد فينا ربنا اداله مواهب كبيرة ممكن يتأذي. يتأذي ليه؟ هيحس إنه عظيم. تخيل مثلا إن ربنا اداك موهبة إخراج الشياطين، يجي حد عنده شيطان تقوم تصلي الشيطان يطلع، هيجي لك إحساس إنك أحسن من الأساقفة وأحسن من الكهنة وكده. هل ربنا ممكن يديك المواهب دي؟
شرط واحد انك تكون منسحق طبيعي مش بتمثل، يعني يكون انت فعلا منسحق فتستحق النعمة، مش بس استحقاق وانما النعمة ما تأذكش، ما يتأذيش الشخص المنسحق. الشخص المنسحق ما يتأذيش لان النعم دي بالنسبة له عارفها مش بتاعتي، ما انا عارف نفسي كويس قوي. يمكن حاجات اللي بعضكم حكاية ابونا اندراوس الصموئيلي، الحكاية دي بتأثر فيها قوي. ابونا اندراوس الصموئيلي عاش فترة لوحده في دير انبا صموئيل المعترف، والرهبان كلهم مشوا البلد دي. يعني كان وقتها تخش الدير تلاقي التعابين تجي وراك، اثنين ثلاثة عقارب يقولوا لك لخبطة في لخبطة كده، وضنك ضنك، ما فيش حد، ما فيش أكل خالص. كان لما يعملوا يوم الحفلة بتاعتهم يوم الحد يجيبوا صفيحة جبنة قديمة مصدية يحطوا فيها مية تغلي، ويجيبوا كبشة عدس يحطوها، والعيش الناشف بتاع الأسبوع يدلقوه يعملوا فتة عدس، ودي الحفلة بتاعتهم يعني يوم الحد. لما الجبنة تخلص منهم يقعدوا يغمسوا العيش الناشف، حاجات كانت وحشة أوي. وفي فترة من الفترات هو عاش لوحده، أنبا صموئيل المعتل كان لوحده في الدير كله. وبعدين الدير اتصلح شوية وجاله ناس، منهم أبونا متى المسكين، ومنهم بابا كيروس نفسه كان بيروح هناك شوية كده، والدير انتعش شوية. وبعدين حد بعت، غالبا بابا كيرلس بعت راهب ذكي كده غالبا مهندس، وبدا يصلح في الدير ويبني ويعمل مش عارف ايه، وجاي جديد على الدير فمش اخد باله، مش اخد باله من حاجه خالص، بس بيشتغل بسرعه قوي بذكاء كده. فمره هو ماشي، ابونا اندراوس الصموئيلي كان اعمى بس عينيه واضحه، يعني ما تعرفش انه اعمى، فعمال يقول له وسع كده وسع كده، التاني مش شايف، فزقه فوقع. لما وقع الرهبان شاولوا له قالوا له ده اعمى، فاتكسف قوي وطلع يجري عليه يوقفه، وقال له حللني يا ابونا انا ما اعرفش، مش اخد بالي يعني. فابونا قال له ايه؟ قال له يا ابني انت جاي بتأدبني، انا بطيء فانت جاي تأدبني، انت بتعتذر ليه؟ انت بتعمل صح، عايز تعمل حاجه كويسه في الدير، وانا بطيء معطلك، تعتذر ليه؟ ما بيمثلش، هو فعلا حاسس كده. فالناس دي قريبين قوي من ربنا. احنا مشكلتنا العجرفه، مشكلتنا ان واحد يقول لنا كلمه صغيره خالص مش على مزاجنا نولع. ودي ما ايه دليل الكبرياء يعني؟ هو التواضع ان انا اقوم في وسط الناس احني راسي واعمل مطانية واقول سامحوني، ده كلام فارغ، كلام فارغ. الدليل الوحيد على التواضع الحقيقي ان حد يهينك وما تزعلش، وعشان كده بندور عليها، بتدور عليها وتفرح بيها. لما حد يهينك افرح، لانه ربنا بيعلمك حاجة وبيدربك، فرصتك. الكلام ده مش نظري، ده الكلام ده هو اللي عمل القديسين، والكلام ده هو اللي بيجيب استجابة الصلاة، والكلام ده تراث خالد موجود عندنا في الكنيسة، ووعد يعمل لنا بيضيع الأيام دي. ليه؟ لأن الناس مش مستحملة، الناس مش مستحملة. حد جاي بيعترف فبقول له ده مش اعتراف، فزعل زعل شديد قوي ان انا كسفته يعني. واحنا كلنا بيحصل لنا كده، واحد يصلح لنا حاجه تلاقي الواحد تتنرفز وعصبي ويجي له. هو ده بسبب الموضوع ده، الضعف اللي احنا فيه وعدم القدره على ان الواحد يضبط نفسه. يعني لا عارف اصوم، ولا عارف امنع نفسي من فرج على حاجات سيئه، ولا عارف ضبط الشهوات. كلها جايه منين؟ جاية من الضعف اللي موجود في شخصيتي، ان انا متكبر. فبدل ما ربنا يديني نعمة لاني متواضع، ربنا بيقاومني، لان الله يقاوم المستكبرين. وقبل الكسر الكبرياء. الجملة دي انا ما انساهاش ابدا، هي آية حلوة خالص في الامثال. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. قبل ما تقع تبقى
روحك عالية أوي. كنت طالب في الثانوية العامة من حوالي 200 سنة ولا حاجة، وكان اللي بيدرسنا كان أرشيدياكون يوسف منصور، وبعد كده استقالوا بقى شماس مكرس، بس وقتها كان لسه طالب لسه مدرس. فقال لنا حاجة كده في الفيزيكس، قال لنا هقول لكم على سر في الفيزيكس يعني ينفعكم قوي، مش عارف ايه، لما يبقى فيه صفر على اليمين وصفر على الشمال اشطبهم قصاد بعض. فانا ضحكت لان الموضوع واضح يعني. فبص لي كده وهز راسه وكتبها على التخت، مدرسه اسلاميه طبعا، كتب قبل الكسر الكبرياء. قال لي انتبه. كان مدرس فيزيكس، انما كان كل يوم يكتب حكمه اليوم ويقول ايه من الانجيل والمسلمين يناقشوا فيها ويحبوهم ويحبوه. ده موضوع ثانوي يعني، بس بقول على حكاية إن الواحد لما يتعجرف ينكسر، ولما يتشامخ في الروح يسقط. ربنا يدينا النعمة دي. بمناسبة صوم يونان، استفيد السنة دي من صوم يونان بصوم جد شوية، اللي مش هيحصل لك حاجة صحية يعني. شوف، اعرفوا إن كل الدراسات الطبية تقول إن الصوم مفيد. الصوم مفيد للغاية، بيتعالج بيه الإبيليبسي، بيتعالج بيها الديمنشيا، بيتعالج بيها مش عارف ايه. وبعدين تعال شوف في الحيوانات، لما الحيوان يبقى مريض ما ياكلش، الجسم ليه قدرات غريبة جدا انه يفرز حاجات لما يتحرم من الطاقة اللي موجودة من الأكل. وهم أصلا 3 أيام يعني. بس مرة تانية، اللي عايز يطوي الأيام لازم ياخد إذن أب اعترافه، ولازم يبقى الدافع ليها مش بطولة، الدافع ليها انكسار قلب انه بيتذلل قدام ربنا عشان ربنا يتحنن عليه. لو جالك فكر ان انا بطل هصوم اطول الايام، لا، احسن لك تاكل وتبطل العجرفة دي. انما على الاقل الصوم مثلا للساعة 3، الصوم للساعة 5، الصوم للنجمة مش صعب يعني. واحد بيصوم وفي الاخر بيشرب مية طبعا وبياكل حاجة كده خفيفة، مش مشكلة خالص. احنا عندنا عدد مش قليل بيصوم من الحد بالليل، يفطر يوم الخميس بعد القداس، عدد يعني يتعدى على الصوابع الايد يعني، 4 5 كل سنه، ده اللي بنعرفهم. في غيرهم بيعملوا كده. كان عندنا واحد سنها 80 كانت بتعمل كده. اول سنه ليا في الكهنوت جات لي وقالت لي حللني، انا هصوم من بكره. قلت لها ما كلنا هنصوم. قالت اه يعني مش هاكل لغايه يوم الخميس. قلت يا ده المصيبه، واحده سنها 80. فجريت على ابونا موسى السرياني، قلت له الست دي بتقول لي هتصوم من يوم الاحد ليوم الخميس بدون اكل سنها 80. فقال لي ما تخافش عليها، دي بقى لها 20 سنه بتعمل الحكايه دي، عاشت لغايه سنين طويله وكان صحتها كويسه. وهي الست دي اللي قالت لي على الامبتادوس، قالت لي خد بالك، هي ماتت دلوقتي، خد بالك الراجل ده بيعمل معجزات، لو عايز حاجه من ربنا وهقول له. هي خلصت الكلمتين دول وجات لي واحده بتعيط، مالك؟ قالت لي متجوزه بقالي 8 سنين ما عنديش اطفال. قلت لها الراجل ده بيعمل معجزات مع الغلم وهيكلميه. قالت لك كسف تعالى معايا. فروحنا انا وهي، سيدنا الست دي متجوزه بقالها 8 سنين ما خلفتش. قال لي طب انده جوزها. فرحت الناحية التانية جبت جوزها، اتلموا هما الاثنين، قعد يقول لهم تأمروا بشفاعة العذراء. أنا فكرته بالحادثة دي على فكرة المرة دي، قلت له فاكرها؟ مش فاكرها هو طبعا. قالوا له اه. قال لهم يعني تأمنوا إن العذراء تشفع لكم قدام ربنا، ربنا يسمع لكم؟ قالوا اه. قال لهم طب خدوا الزيت ده، حطوا نقطة زيت على كوباية مية واشربوها أنتوا الاثنين كل يوم. أنا قعدت أقول زيت ايه ومية ايه يعني، قال لهم اي في اف، يقول لهم يعني. مفيش شهرين وجت الست ببسمة كبيرة كده قالت لي انا حامل. برضو على فكرة بسبب الانكسار يعني. انتوا عارفين طبعا قصته، ما اعرفش الصح اللي انا بقوله ده يعني، الكلام ده بيتسجل احسن من يعني. انتوا عارفين امبتادوس كان مطلوب انه يخش السجن مع الاساقفه اللي اتسجنوا، بس هو كان حظه حلو انه كان في امريكا في اللحظه دي، فاحبائه اتصلوا بيه قالوا له فرصتك يا سيدنا، يا بختك، ربنا بيحبك،
انت في امريكا اوعى ترجع، لان اسمك مطلوب القبض عليه عشان تخش السجن. قال لهم متاكدين؟ قالوا له اه. قال طيب، خلص المكالمه، راح قطع تذكره الطياره ونزل من المطار، راح على البوليس مباشره، ما روحش البتاع، دخل للبوليس قال لهم انا تدرس المطلوب القبض عليا، خدوه دخلوه اتسجن. ما تفرقش معي، نام على الارض، نام على بتاع، يعني مزل، خليني اتزل مع شعب الله. فاكر مره من المرات حكايه الاذلال دي، كان ليا زميل زمان، حكيت الحكايه دي لبعضكم، معلش احكيها تاني. كنا طلبه ويا بعض نفس الدفعه، وبعدين هو كان مخه كده فايق قوي، اول ما اتخرج، تخرجنا سنه مش عارف 68، جه استراليا، وانا قعدت اهبل في العالم شمال ويمين وبتاع. وبعدين جيت بعديها ب 20 سنه، جيت في الثمانينات. هو لما جه سنه صغير، خد وضع كبير قوي وترقى قوي قوي قوي. وبعدين لما انا جيت، هو عرف ازاي ما اعرفش، وكنت بشتغل في جامعه وولونجون، جالي جامعه وولونجون، انا نسيت طبعا خالص، بقى لي 20 سنه ما شفتوش. المهم يعني فكرني انا فلان، اهلا وسهلا، بصنا بعض مش عارف ايه، وقال لي ايه عندك وقت اغديك؟ قلت له اه. فطلعت ركبت عربيه فخمه قوي، يمكن افخم عربيه ركبتها في حياتي. قعدت اقول ايه الهبل اللي انا فيه ده، ضيعت 20 سنه من عمري، لو كنت جيت معاك انا يبقى عندي عربيه زي دي، حاجه فخمه قوي. وبعدين خدنا برضه مطعم، اول مره اخش مطعم فخمه كده، قعدت منيو وبتاع، قلت له نقي لي حاجه انا ما بفهمش، فنقى لي اكل كتير كده وبتاع، وانا قاعد سرحان في ايه الهبل اللي انا فيه ده، ضيعت عمري، يا ريتني كنت جيت معاه وبقيت عظيم زيه. وبعدين قال لي يا فلان اسمي القديم، صلي لي انا خدت قرار. قلت له قرار ايه؟ قال لي استقلت. استقلت ليه؟ قال لي انا طالع هشتغل ميشنري في بنجلاديش. ميشنري بنجلاديش، سايب كل الغنى ده، ومراتك موافقه؟ قال لي هي اللي مشجعاني. وبعدين قال لي بقى الايه دي، قال لي موسى رفض انه يعيش ابنه فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله. عايز اعيش في مذله بنجلاديش، اعيش اكلهم وشربهم، لعل الله يتحنن علي، انا عامل ايه بالعربيه ولا عامل ايه بالبيت؟ وفعلا عمل كده، هو ما زال خادم حلو بس مش أرثوذكسي. بقول الكلام ده ليه؟ لأنه قبول الإذلال مع شعب الله بيرفعنا خالص خالص، وأصل أيام الأرض دي هتنتهي. اللي فيكم من جيلي يعرف الممثل اللي مات امبارح ولا أول امبارح ده، كيرك دوجلاس، بعضكم يعرفه بعضكم ما يعرفوش، يتعرف سنك من لو عارفه يعني. أيام ما إحنا كنا شباب، حد كبير في السن معايا، بس انت لسه صغير عمال. فيعني العظمه دي كلها، هو مات سنه 102 ولا 103، انما مات يعني، افرض مات كان سنه 70 ولا 80، فرقت ايه في الاخر؟ مات يعني. انما اللي باقي لنا، صحيح اللي باقي لنا قدام ربنا الايام دي، ايام الصوم بتاع 2020 السنه دي، ان انا قبلت ان انا اقعد كده على الارض قدام ربنا، ربنا يتحنن عليا ويستجيبني ويقبلني ويغفر لي خطاياي، لكل مجد وكرامة الأبد، آمين.